من تطوان إلى العرائش ومن الأساتذة نحو التلامذة وأولياء الأمور، هي مشاورات تجويد وإصلاح المدرسة العمومية تتواصل، حيث يتم طرح مشروع الأرضية لنقاشات ومداولات تمكن من إغنائه بمقترحات يساهم فيها الجميع. الإنصات للتلميذات والتلاميذ بسلك التعليم الابتدائي والإعدادي، إلى جانب الإصغاء المسؤول لمساهمة مختلف مكونات الجسم التربوي والآباء وجمعية أولياء الأمور. يوم جابونا واحد أنشطة تربوية باش نتخيلوا كيفاش باغيين حنا مدرستنا في المستقبل، وشنو هما الأشياء اللي كيأديونا في وسط المدرسة، مع العلم أن المدرسة خصها تكون إطار تربوي واللي تعطينا واحد الجهة نفسية مناسبة، كما أننا كنعاني بعض المشاكل مع الأساتذة وبعض المرات مع الأطور المدرسية. يعني هاد المشاكل هادو كانوا طرحوا علينا بعض الأسئلة اللي احنا جاوبنا عليهم بعفوية من أجل التحسين من هاد الظروف هادي. نحن التلاميذ نطمح إلى تزويد المؤسسة بالوسائل التكنولوجية، لأننا نعاني من فقر من ناحية الوسائل التكنولوجية بالمؤسسة، كذا المساحات الخضراء، كذا نطمح إلى تحسين من صورة ديال المؤسسة. كنتمنى أن الوزارة توفر لنا واحد تجهيزات من ناحية التكنولوجيا باش أننا نطوروا مستوى الدراسي ديالنا. التلاميذ على موعد مع لحظات من التأمل والابتكار من خلال ورشات الخيال الإبداعي والمجموعات البؤرية واللقاءات الترابية وتحفيز تنظيم شركاء للورشات الحرة والندوات العلمية. من بين المعيقات الخاصة التي طبعا أجمع عليها الكل، وهي قضية الاكتضاض داخل الحصة، هذا الاكتضاض الذي لا يساهم بتاتا في إنجاح الدرس، إضافة إلى المقررات التي لم تعد مناسبة لأولا زمن دراسي، ثانيا لظروف العصر، بحيث أن اقتراحات التلاميذ أكدت وأكد أيضا الأطر أكدت الأطر التربوية على ضرورة مواكبة العصر باستخدام الطرق الحديثة. هو ورش وطني بامتياز تعنى به جميع الفعاليات الوطنية من أطر إدارية وتربوية العاملة بالقطاع، وكذا الشركاء والفعاليات المدنية وكافة مكونات المجتمع داخل المغرب وخارجه والمؤسسات سواء بالقطاع العام أو الخاص، ليبقى الهدف السامي المساهمة المسؤولة في هذه المشاورات الوطنية من أجل بناء جماعي لمدرسة الغد، مدرسة عمومية ذات جودة لجميع المغاربة.